بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة القرآن الكريم، في برنامجكم برنامج مفاتيح. نحييكم في هذه الأمسية الطيبة الماطرة بحمد الله تعالى. اللهم صيبا نافعا، اللهم اجعله حوالينا ولا تجعله علينا. فرحين جدا بهذه الأمطار، أمطار الخير والعافية بحول الله. اللهم اجعلها نافعة للبلاد والعباد يا رب العالمين. مشاهدينا، موضوع اليوم مهم جدا، موضوع يخص العقيدة بحد ذاتها، يخص الفرد، يخص علاقتنا بأفعالنا، أقوالنا، علاقتنا بالمولى عز وجل. إذن مشاهدينا، مما يعين على حضور القلب وارتباطه بالمولى عز وجل في حياتنا اليومية استشعار النية في كل عمل والإخلاص في كل عبادة لكل هل هناك المزيد؟ هناك المزيد لكل عمل ولكل قول. كيف نحول أفعالنا وأقوالنا وأحوالنا مشاهدينا إلى أجر نترقب به رضا المولى عز وجل، هو موضوعنا لنهار اليوم. ديننا بين العادة والعبادة وموضوع اليوم مشاهدينا. اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيفي الكريمين. على يمين الأستاذ شعيب عبو، مدرب واستشاري تربوي. السلام عليكم. السلام. أستاذ السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، شكرا على الدعوة. شكرا لك أستاذ. وعلى يساري الأستاذ عمر رقب الشرفي. السلام عليكم أستاذنا. مرحبا بك أستاذنا الفاضلة وبضيفنا العزيز، ونتشرف أن نكون مع إخواننا وأخواتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن نستفيد ونفيد. شكرا لك أستاذ. مشاهدينا، أرقامنا الهاتفية تظهر أسفل الشاشة بين الفينة والأخرى لتشاركونا في هذا الموضوع. أستاذنا عمار رقب الشرفي، دائما نبدأ بالمقصد الديني، ما الفرق بين العادة والعبادة؟ هكذا نبدأ بهذا السؤال. بارك الله فيك. نعم، الإنسان خلق في هذه الحياة بالأساس ليعبد الله تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن فعله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أو ارتقى بالعادة إلى العبادة. فبالمفهوم العام أن كل ما نفعله في هذه الحياة هو عبادة لله تبارك وتعالى، سواء كان عادة أو عبادة، لأنه يشمل الحسنات والسيئات. فأي فعل نفعله في هذه الحياة هو حسنات وسيئات. لكن من حيث التفصيل الاصطلاحي الذي وجهنا الإسلام إليه، هو أن العبادة تتعلق بشريعة الله وبالحسنات والسيئات وقبول الأعمال وردها، متعلق بأوامر الله ونواهيه. وأما العادة فهي في المصطلح الشرعي تشمل جانب ما يسمى جانب الإباحة، جانب الإباحة. عندنا في ديننا يوجد فرض، يوجد شيء حرام، يوجد يعني ناهي، يوجد المكروه، يوجد المندوب كما هو معروف، ويوجد جانب آخر اسمه الإباحة، كما يقول ربي سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. هذا العادة تعتريها الأحكام الخمسة. يعني حتى نفرق بين العبادة، العبادة في أوامر ونواهي واضحة، وهي التي تشملها البدعة. يعني الآن عندما نطلق لفظ البدعة أو يتداول بين الناس، فالبدعة كما يعرفها الإمام الشاطبي تتعلق بأصول الشرع. يعني إحنا الآن إنسان لو أتى وقال أصلي بدل في المغرب على ما نخليش 4 ركعات، يريد أن يستزيد الأجر يعني بهذا الفعل، نقول له هذه بدعة لا تصلح، لأن الشرع حدد أن صلاة المغرب 3 ركعات فلا نزيد. لأنه كما يقول الإمام مالك، يعني من استزاد في الدين فكأنه يتهم صاحب النبوة أن محمد قصر صلى الله عليه وسلم. أما العادة فهي تشمل أحوال الناس، وهذه أحوال الناس تعتريها الأحكام الخمسة التي ذكرناها. فقد تكون العادة فرضا ويجب فعلها. كيف ذلك أستاذ؟ يعني نعطي مثلا أمثلة كثيرة. مثلا الآن ما استحدثه الناس من أمور لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحدثوا المآذن ليطلع الناس على المسجد، وأحدثوا مكبرات الصوت الإلكترونية ليصل
ذلك صدى ذلك إلى المسجد. الوسائل التي نتعامل بها الآن في تحديد النسب، والوسائل التي نتعامل بها في نقل ومثلا تبادل الأعضاء أو الإجراءات الطبية المتطورة أو غير ذلك التي ننقذ بها حياة، الآن تصبح يعني هذه الأمور التي تعتري عادة الناس، طب وعلاج ومرض وأمور عادية، تصير إنقاذ لأرواح، تصير توجيه لضال، وقد تكون هذه العادة مندوبة ومحببة إلى الناس. الآن إنسان احفظ قرآن وأكرمناه، لا يوجد في شرعنا شيء اسمه إذا ختم القرآن فأقم له وليمة أو شيء من هذا القبيل، لكن هذا مما استحسنه الناس وأقدموا عليه. لهذا نأتي إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قوة هذا الدين الحنيف، عندما يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق التي كان عليها أهل الجاهلية وكانت عادات عندهم، لم تكن دينا، يعني الكرم الذي كانوا يقدمون عليه هو عادة ورثوها، يرثها الابن عن أبيه، لكن جاء الإسلام فهذب هذه العادات وألبسها لباس شرع الله ونسبها إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى عن حلف الفضول، يعني حلف الفضول هذا كان في الجاهلية يقام لنصرة المظلوم ونجدة الملهوف ورفع الضيم عن المظلوم وغير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت له لا أجبت. يعني الآن هنا أنا لأهميته. لأهميته. إذن فعادات الناس تحتريها الأحكام الخمسة. يعني إحنا الفكرة الأولى هي أنه إحنا كل أعمالنا فيها الحسنات والسيئات، فلهذا نحرص على أعمال فيها الحسنات. الآن هذه العادة الموجودة في حياة الناس إذا كانت تتعلق بشرع الله، فالنصوص التي تحكم هذا الأمر، يعني أمور الشريعة، يعني حرام حلال قرآن، أمور التي فيها نص شرعي وفصل فيها العلماء، هنا لا مجال للاستزادة فيها، أو اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لكن ما يتخلل حياة الناس من عادات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل عادات لم يكن يطلبها من أصحابه، بل كان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، أهي عادة أم عبادة؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من المجالس وقد أتي بلحم الضب، فانتهى عنه صلى الله عليه وسلم، فيسأله صحابي ويذكر أنه خالد بن الوليد، يقول: أحرام يا رسول الله؟ قال: لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا نفسي، لا أجده عند قومي، يعني أنا ما ناكلوش، فالتهمه خالد. إذا عادات الناس يعني في الأكل، وعادة الأكل في الأكل والشراب، عاداتهم مثلا في إكرام بعضهم البعض، أو إقامة الولائم، أو تشجيع الناس يعني على أمور، احنا نشوف هذا الوليمة التي تقام إذا لم تقم كشرع يضاهي ما هو محدد. مثلا قال الآن كاين عيد الأضحى وعيد الفطر، هذا أمر شرعي، لكن الناس دايرين عيد مثلا أنه فيما بيناتهم أطلقوا عليه حتى الآن في العرف الشرعي، يسمى العرف الشرعي حتى في شرعنا، حتى في شرعنا يسمى شيء اسمه العادة اللي هي العرف. لهذا يقول العلماء: والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. العرف في الشرع عنده اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار، قد يبنى حكم شرعي على هذا على العرف. عرف. فعندما نقول العادة العيد، فالمقصود هو أنه يعود للناس، يعني فيه عودة. فإذا كان مثلا الناس اعتادوا في الصيف أن يجمعوا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ويشجع فعل الأشعريين اللي كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم، ناس كانوا وش كانوا يديروا؟ كانوا إذا ما أرملوا في الغزو، كي يخرجوا للغزو أو يكون عندهم حصد أو كذا، يجمعون كل ما يوجد بينهم، كل ما حصلوا، ثم يقتسمونه بالسوية. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهم مني وأنا منهم. يعني شوف هذا التعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العرف العبادة تتعلق بالأوامر والنواهي الربانية، وتشملها البدعة، إنسان لو كان كاين نص شرعي. أما العادات فتحتريها الأحكام الخمسة. الإنسان كي يدير حاجة قال: أنا هذه إحنا متعودين نديروها، قولوا له: روح نشوفه، إذا كان
توافق شرع الله أم تخالف أمر الله، إذا كانت أمر يعني مكروه أو مندوب يعني درجات الحرمة، أم هي مباحة لا نص فيها وتدخل تحت الأطر المقاصدية العامة لشرع الله، فلا يضر ذلك إن شاء بارك الله. الله فيك أستاذنا على هذا التفصيل في المعاني المهمة لتفرق بين العادة والعبادة والعرف وما هو متفق عليه بين العلماء. بارك الله فيك أستاذ شعيب. يقودنا الكلام أيضا إلى التساؤل، متى أو كيف يمكن لجمع العادة بالعبادة أن يغير من التزاماتنا؟ ربما كمدرب وعندك احتكاك هكذا مع الشباب، الكثير يشتكي من عادات سيئة كالتدخين، كربما المداومة على الهاتف، الابتعاد عن المطالعة، العديد من العادات السيئة، لكن متى نقرنها بعبادة يصبح بإمكاننا، ربما هو تشجيع أو لا أعرف كيف أفسر ذلك، ولكن كمدربين كيف تسعون للتغيير من الناس وتحفيز إرادتهم بتغيير هذه العادات ربما صقلها بالعبادة؟ ما شاء الله بيفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، أصلي وأسلم على نبينا الكريم على آله وصحبه والتابعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سعيد دائما لوجودي هنا في قناة القرآن الكريم في برنامج مفاتيح، خاصة اليوم مع شيخنا عمار، ربي يجزيه وربي يفتح عليه وكل مشايخنا هنا في الجزائر. أنا في عندنا درس في السنة أولى عنوانه العبادة في الإسلام، دائما أبدأه بمقدمة وأسأل أبنائي وبناتي الشباب والشابات قائلا: هل يمكن أن تكون في الملعب كرة القدم وتؤجر؟ هل يمكن يا بنيتي أن تكونين في المطبخ وتؤجرين؟ فمن خلال هذه الأسئلة وأفتح النقاش لأصل إلى الموضوع، وأحاول أن يعني أنمي أو أوسع دائرة العبادة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول: العبادة هي كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل فعل يحبه الله سبحانه وتعالى، ولما نقول يحبه الله عز وجل أي أنه كما كان يقول شيخنا يعني يكون مع أصول الشريعة، مع قواعد الشريعة الإسلامية، مع مقاصد الشريعة الإسلامية، فهو يمكن أن يكون عبادة ولو كان عادة. وهذا هو نقطة الجوهر. إنما ما الذي يرقيها من عادة تعود الإنسان على فعلها والأصل فيها التوفيق؟ يعني نحن نقول العادات توفيقية والعبادات توقيفية كما كان يقول شيخنا. العادات توفيقية يعني اجتهادية تقوم على الحسن والقبح وتعتريها الأحكام الخمسة كما قال شيخنا. أما العبادة فهي توقيفية، فيها النص، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا النية الداخل، دائما النية، إنما الأعمال بالنيات. هذا الشاب الذي يذهب إلى الملعب بدل أن يذهب إلى مكان يعصى الله فيه بنية أن يبتعد، الرياضة فيها خير، عنده وقت فراغ يحطه في الرياضة، سيؤجر على ذلك وتصبح تلك العادة عبادة. هذه البنت التي تذهب إلى المطبخ، هما الشباب يا شيخنا يجاوبوني براءة، تقول لي أناني في المطبخ ونقول الحمد لله وبسم الله أو نسمع في القرآن. دائما جيد. مفهوم العبادة ضيق نوعا ما، نقولها لا بنيتي، أنت لما تنوي باللي تعاوني يماك، أنت راكي في المطبخ باش تعاوني الأم، وطاعة الوالدين أمر عظيم تأتي بعد طاعة الله سبحانه وتعالى. تلك النية يا بنيتي تجعل من عادتك عبادة وتؤجرين عليها. طبعا العادة هناك مفهوم سلبي للعادة عند البعض، وتسبب فيه أيضا البعض من المنتسبين إلى التنمية البشرية أو التنمية الذاتية أو إلى فلسفة النجاح، يعتبرون أن العادة خطأ. العادة ليست خطأ، العادة السلبية هي الخطأ. أما العادة الإيجابية فهي شيء حسن. هناك كتاب عنوانه قوة العادة، هناك كتاب لستيفن كوفي من أروع ما يقرأ، العادة السبع لأكثر ناس إنتاجا في العالم. لما الإنسان تكون عنده عادة إيجابية أو ما نسميه إحنا الروتين، الروتين شيء جيد إذا كان إيجابي. اللي عنده روتين معناه عنده برنامج،
معنى عنده خط، معنى عنده خطة، وهذا يصل، وهذا يحقق النجاح ويصل إلى أهدافه. فنحن دائما مع الشباب نقول لهم يعني العادات الإيجابية وسعوها طوروها، مثلا القراءة هي عادة إيجابية، هذه القراءة يعني كعادة إيجابية أنميها، يعني أتعلم مثلا القراءة السريعة، مثلا أتعلم التلخيص، مثلا أتعلم طرق المذاكرة وغير ذلك، أنميها حتى أستفيد منها. وإذا اقترنت بنية طلب العلم، بنية التعلم، بنية الدعوة، فإنها ترقى أيضا إلى العبادة. فهي كعادة إيجابية تصنع النجاح، وهي بنية صادقة خالصة مخلصة لوجه الله عز وجل تصبح عبادة. يعني هذا هو الفرق، وعكس النية العادة السلبية. العادة، عادتنا السلبية، مثلا إنسان غضوب، يعني غضوب، يعني كلنا يعترينا الغضب، الغضب خلقه الله فينا، لكن إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. فهذا الغضب إذا أصبح عادة وزاد عن حده فإنه يصبح سلبي، وهنا سيتسبب له في مشاكل ولغيره، فيؤذي نفسه ويؤذي غيره. وهنا هذه رغم أنها عادة فقد تكون سببا في الإثم كما كان يقول شيخنا. وبالتالي هذه العادة السلبية نحن نقول نغيرها. كيف أغيرها؟ أولا أقر بأنه عندي عادة سلبية، أنا عندي هذه الحاجة مش مليحة فيها. هذه اللي يجي يدخل مفهوم التزكية. هو كاين التزكية عند علماءنا، علماء الإحسان والعرفان، وبعد جاء مصطلح التربية عند علماء التربية، وبعد جاء مصطلح عند التنمية البشرية ما يسمى بالتنمية الذاتية. فأنا عندي عادة، أقر باللي عندي هذه العادة السلبية، فممكن أنا نغضب نقول أنا اليوم غضبت، أنا زي ما قلت هذا الغضب نتحكم في نفسي، لما يجيني الغضب نجلس نوض نخرج من البيت نغير الحديث. فنبدأ لما ندير هذيك علامة الانتباه أو نقطة نبدأ ننتبه، وكل مرة هذاك الانتباه يعطيني تركيز أكثر للتقليل من تلك العادة وتبني عادة إيجابية أخرى ما يسمى بالتخلية والتحلية. أنا نخلي نفسي، نخلي ذاتي من العادة السلبية ونحليها بالعادة الإيجابية. فبدل أن أغضب مثلا يكون عندي مثلا سعة الصدر، يكون عندي الإحسان، يكون عندي التحكم في الأحصاب، وهذاك سعة الصدر أو الإحسان مثلا مقابلة السيئة بالحسنة إذا اقترن بنية فإنه يصبح فيه الأجر، وهكذا. ولكن هذا المرحلة، مرحلة التغيير من الغضب إلى التحكم في الأعصاب، أكيد أنه ليست بالسهلة أستاذ. أكيد أكيد ليست وكيف بالسهلة. وكيف يمكن لمدرب أن يقنع ربما شاب أو يقنع شخص يعاني من هذا الاضطراب، اضطراب الغضب، حتى يغير هذه العادة، حتى يوقف ذلك ربما النزيف الطاقوي فيه، يغيره ربما ربط هذه العادة بالعبادة، بعبادة ما أو بربط العلاقة مع المولى عز وجل. صحيح. هو في مثلا هذا احنا لما أنا ما أجلس مع الشباب، ما أجلس مع الناس مع كذا في إطار الاستشارة أو كذا والنصح أو العظة أو غير ذلك أو مع ابنائي، فأولا كنت أقول أن أولا أنا مقرب اللي عندي حاجة سلبية. لازم أول شيء هذا الإقرار، هذا الاعتراف أن أنا عندي حاجة سلبية، هذا الغضب هو شيء سلبي. الأمر الثاني أقول يجب تغييره. ما نقدرش نقول أنا هذه عادة فيا، تزول الجبال ولا تزول الطبع. أنا راني هذا المثل لا أحبه، قد يكون صحيح في جانب. أنا عندنا واحد شيخنا واحد الترسانة من الأمثلة ومن الأقوال اللي راها تشكل في الذهنية وتشكل في العقل، وتزول الجبال ولا تزول الطبع، تصبح قناعات. فهل الصحابة لما تنزل تحريم الخمر ولت المدينة، شوارع المدينة يعني واد من الخمر، فلماذا تزول العادات ولا تزول الجبال؟ لا، تزول العادات وتبقى الجبال راسيات. فيعني لكن قد يكون هذا المثل يصح في جانب آخر، لكن ليس على الإطلاق. فإذا أنا أعترف أن لدي عادة سيئة. الأمر الثاني أقول أنا نقدر، ما نقولش أنا ما نقدرش نبدلها. لما تقول ما نقدرش خلاص ما تقدرش، يعني عقلك يقولك ما تقدرش، نفسك تقولك ما تقدرش، بصح تقول لما نقول أنا نقدر إن شاء الله، لازمني نغير هذه، يجب أن أغير. الأمر الثالث سأبحث عن الوسيلة. الوسيلة تبدأ مني أنا، يعني مثلا العلم وسيلة، المطالعة مثلا نبدأ نطالع
ما هي، كيف أغير، كيف أنتقل من عادة سلبية إلى عادة سلبية؟ أذهب إلى شيخ عارف ذا علم، أذهب إلى مستشار، أذهب إلى طبيب نفسي إذا كان هذا الغضب يعني يؤدي إلى كوارث. فيعني أبحث عن الوسيلة. ثم المرحلة الرابعة أبدأ في الفعل. لما أنا أجد الوسيلة، قال يعني كيف تفعل كذا، أنا أبدأ في هذه الخطة، يعني الخطة التي وضعتها لنفسي أو التي قدمها لي شيخ أو عارف أو مستشار. ثم أبدأ في نظام التعزيز، وهنا التعزيز فيه العقوبة والجزاء. يعني إذا أنا نجحت وتحكمت في أعصابي، كيف أروحي نشجع روحي، نكتب هذاك الشيء كهدف حققته، والعكس إذا أخطأت أعاقب نفسي، قال أنا اليوم غضبت وكان الغضب عارم وأخطأت ووصلت والدي ووصلت زوجتي وصلت، لا أعاقب نفسي فأحرم نفسي من شيء، من غداء أو من شيء أو كذا، وهكذا من هاتف أو إذا كان شاب أو هكذا. فهذا الأمر شيئا فشيئا شيئا فشيئا يبدأ يعني إلى التغير والتحول من السلبية إلى الإيجاب. شكرا لك أستاذ، بارك الله فيك. أستاذ عمار رقبة، تغيير العادة وأن تصبح العادة عبادة مرحلة متقدمة من يعني توطيد العلاقة بالمولى عز وجل. كيف يمكن للمرء أن يصل إلى هذه المرحلة يعني من الإيمان إن صح القول؟ بارك الله فيك، بارك الله في أستاذنا. يعني نعم، قوة الإسلام أنه دين فطري، يعني جاء ليناسب الفطرة السليمة. لهذا عندما يقول ابن القيم حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، يعني لا يمكن أن يوجد في الإسلام شيء يضر الإنسان. فرع الإسلام ما يحبه هذا الإنسان، لكن وجه هذه الأمور الفطرية إلى توجيه أسلم وأشمل وأعم وأنفع في الدنيا وفي الآخرة. ذكرنا أنه الخلال والخصال التي كانت توجد في الجاهلية لم يلغيها الإسلام، رغم أنه كانت عادات، لكن كان حاتم يقول فإني أخاف المذمات الأحاديث من بعدي، رقاها الإسلام إلى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كان الحب الفطري أن يحب الإنسان أرضه ويحب الإنسان بلده ويدافع عن عرضه وغير ذلك، رقاه الإسلام، رقى هذه العادة إلى مرحلة العبادة، فجعل من قتل دون عرضه دون أرضه دون كذا فهو الشهيد، يعني مرتبة شهادة. بل مارس النبي صلى الله عليه وسلم هذه العادة التي ارتقى بها الإسلام إلى العبادة حين يخاطب حجرا أصم أحد فيقول جبل يحبنا ونحبه، ويناسب فطرتنا حين يتوجه إلى مكة باكيا وهو خارج منها ويقول أما إنك لا أحب بلاد الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. يعني حب الأوطان حتى أكبر من ذلك، يعني لأنه نقول هذا الكلام لأن كثير من الناس عندما تحدث على هذه العادات التي ألبسها شرعنا بالنية، فالنية بالعادات تتحول إلى عبادات. هذا يقول أحد السلف الصالح، يقول وقد طرق أحد الباب فقام خادم أو تلميذ أو كذا وفتح له الباب، قال أما إني، هذه عادة، فلان طرق الباب تفتح له، قال أما إني لو قمت، أما إني لو قمت لقلت في نفسي إن كان سائلا أعطيته، وإن كان مستفت أفتيته، وإن كان ذا حاجة مشيت في حاجته. إذن العادة عندما تتحول إلى عبادة. لهذا في مقدمة كلامي قلت أن كل حياتنا عبادة ونحن نمارس العادة. فالمرأة التي في بيتها، لأنه حتى هذا الإشكال حصل حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سأعطي أمثلة. يعني رأى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رجلا يعمل مع الناس ويده متشققة من شدة ما يكدح على أبنائه، فقالوا آه لو كانت في سبيل الله، يعني هذه اليد لو كانت في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في سبيل الله، هذه اليد هي في سبيل الله، ومن بات كالا من عمل يده كما يقول صلى الله عليه وسلم بات مغفورا له. بل
أكبر الصدقات لقمة تضعها في في امرأتك، والإنفاق على الأولاد جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذه العادات. ثم تأتي خطيبة النساء، النساء رانا ساكنين في الكوزينة ورانا ما نخرجوش منها. طبعا احنا دائما نقول لأخواتنا ليكن التوازن، ليكن نصيب لنفسك، نصيب لزوجك، نصيب لأبنائك، نصيب يعني لمطبخ، لأنه عندما نحكي عن المطبخ دائما نقول ليست كوزينة أكل وشرب، وإنما ذيك اللمة للأبناء، هذاك القيم التي تغرس، الحماية الصحية وغير ذلك. لكن عرف موجود حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فتأتي خطيبة النساء لتشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم العادة التي لا توجد في العبادة في نظرهن. فقالت: يا رسول الله، فضل الرجال علينا بالجمع والجماعات وبالجهاد وتكرار العمرة، فماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولها: اعلمي وأعلمي من خلفك أن حسن تباعل الزوجة لزوجها يعدل ذلك كل. ذيك المرأة اللي راهي في المطبخ راهي تجهز أكل لأبنائها، هي بمنزلة ذاك الذي يجاهد في سبيل الله. نحكي وقتها الجهاد في سبيل الله، لأن عندنا جيش نظامي واضح أمور، لكن في ذاك الوقت كان يخرج واحد 4 شهور 6 شهور ليصل إلى غزوة، كي اللي يمشوا خرجوا حافيين، كي اللي يخرجوا ماشيين، كي اللي ما كان لا رافد سيف وممكن عنده لباس مرقع يمشي به. فهذه المرأة اللي راهي تطيب لأولادها في ذاك المنزلة. إذن الإسلام نقل العادات بالنية إلى عبادة، الإسلام نقل العادات التي نمارسها. إذا كان نمت وهو عادة لأستيقظ لصلاة الفجر، فأنا في سبيل الله وأنا بمنزلة القائم لله، لأستعين على العبادات، لأستعين على العبادة. إذا كان خاصة أن رح يأتي رمضان بعد مدة، هذه المرأة التي تصوم وفوق صيامها، والله هذه الملاحظة أنها تطعم في سبيل الله كل يوم 4 أفراد 5 أفراد 6 أفراد فتنال أجرها وأجرهم. إذن تحويل العادة، إحنا الخوف الذي نقع فيه الآن هو خطورة تحويل العبادة إلى عادة. وهذا الذي عن هذه النقطة يعني وقعنا فيه. أما العادات فمن هذا المنبر نوجه لكل إخواننا أخواتنا، اجعل ما تقوم به بالنية عبادة، يعني اجعله عبادة. راك تقود الحافلة، أنت تقود أبناء المسلمين. راك تاجر في سبيل الله. هذا كان الشيخ الغزالي عليه رحمة الله، جاء أحدهم وقال له: يا شيخ، أريد أن أبني مشروعا في سبيل الله. فقال: ابني مصنعا. فقال: لا حاجة في سبيل الله. نعم، ابني مصنعا. يعني لأنه تصورنا مثلا أنه نعم عظيم أجر المسجد وكذا، لكن ابني عيادة، نحتاج عيادة خاصة لأبناء المسلمين، بدل أنه يروحوا يصرفوا يبيعوا بيوتهم حقيقة، يعني يبيع بيته ويبيع سيارته ويشرد عائلته من أجل عملية تقام في الخارج، لما لا تقام هنا بأموال المسلمين. إذا فعندما نرتقي ليكون كل عملنا، وعندما أقول كل عملنا، عندنا نحن العمل الدبلوماسي الذي مارسه مصعب، وعندنا العمل العسكري نظام الحمد لله الآن الذي مارسه خالد بن الوليد، وعندنا المجال العلمي والتعليمي اللي مارسته عائشة وأبو هريرة، وعندنا مجال القضاء، وعندنا كل المجالات، حتى مجال الطب ومجال الطبخ ومجالات كثيرة. وما أختم به هو ما يؤلم له في عصرنا من تحويل هذه العبادات، من تحويل هذه العادات العظيمة إلى لا شيء في نظر الناس. وذكرنا هذا أكثر مرة، عندما تكون الأم تطبخ لأبنائها تسمى عاطلة عن العمل، كي تروح تشتغل في مطعم تسمى طباخة، وعندما تتأفف ربما من التعب يقولون لها: ماذا تفعلين؟ يعني ماذا تفعلين؟ يعني هذا إشكال. عندما تكون تربي في أبنائها، تربي ولد واثنين وخمسة، ربما ما قراش، تخرج حفظة لكتاب الله وتخرج دكاترة، هذه لا شيء. عندما تروح تشد أبناء المسلمين وعمل مأجور، تسمى مربية، هذه تسمى مضيفة، وهذه تسمى لا شيء. وهكذا قيسيه على كل الأمور. فلا نظلم ما نقوم به. كل إنسان يؤدي في رسالة، أعيد وأكرر وأختم، أن تكون بالنية، فالنية الصالحة
تنقل العادات إلى عبادات. بارك الله فيك شيخنا، شكرا لك. أرقامنا الهاتفية مشاهدينا ظهرت أسفل الشاشة وستظهر بعد حين لتلقي اتصالاتكم وانشغالاتكم لتشاركونا في هذا الموضوع، موضوع اليوم، الدين بين العادة والعبادة. أستاذ شعيب عبو، العديد في الجزائر، العديد من العادات الاجتماعية الجميلة جدا على غرار تويزا وتجمعت، يعني عادات جزائرية محضة ثمنها أولاد الجزائر، أبناء الجزائر، ويجب أن نتشبث بها، أن لا نتركها تضمحل هكذا عبر التاريخ، عبر ربما عادات نحصرها في منطقة ما، العكس، نثمنها. كيف نثمنها ونجعلها تخدم ديننا أيضا؟ نعم، سؤال ممتاز أستاذ إيمان، بارك الله فيك. طبعا العادات تدخل في الهوية الوطنية، لما علماء الهوية يجوا أصل الهوية يأتي الدين واللغة والتاريخ ومنها العادات والتقاليد. هذه العادات والتقاليد التي هي وصل الخلف بالسلف، وهي عادات كما كان يقول شيخنا بعضها قد يكون قبل الإسلام، لكن الإسلام يعني رأى فيها الجانب الإنسانية والفطرية فشجعها، بل بعض أجدادنا كانوا عندهم حكمة، يعني ساعات نقول هم الحكماء، ويقول لك هذاك الوقت ما كانش عندهم حكمة عجيبة جدا. فممكن هي عادة يعني أصلها سيء ولكنهم يغرسونها في تربة الإسلام ويهذبونها بتهذيب الإسلام. مثلا تويزا، هذه تويزا هي والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، يعني المسلم أخو المسلم، فيها عادة التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التويزة اللي احنا ورثناها على جدودنا هي وشي، أنا عندي مثلا جنان زيتون وهذا عنده جنان زيتون وهذا عنده جنان زيتون، هنروحوا نحو جناني ومن بعد جنانه ونتلموا أهل وجيران وخاوة، واللي عنده جنان ويدير لهم غداء إطعام الطعام، وفيه لقاء وفيه محبة وتمشي هكذا. أنا نشفى بكري يعني بأشكال، مثلا تويزة مثلا في سقف البيت الضالة كما نقول احنا بالعامية، يعني لما يجي إنسان يدير ما كانش يجيب خدامين أبدا في الجزائر، عيب يجيب خدامين، إنما يأتي الجيران والأهل وهو يقوم ويضع لهم عشاء وكذا. فجمعت يعني بدأت يعني تروح في بعض الكثير من أماكن، عادة قوية جدا، هي لجنة الحكماء، لجنة الحكماء اللي فيها الناس الشيوخ اللي يقرأوا القرآن، شيوخ اللي عندهم حكمة، اللي عنده علم، فيديرون الجماعة، وقبل يعني يديرون الجماعة تجدهم يطعمون الطعام ويؤون اليتيم وكذا، هو عمل منظم. يعني أنا يعني حضرت مجلس في ثجمعت وفرحت بذلك المجلس، يعني يسقسوا هذه الأرملة ماذا هذا كذا، هذو متخاصموا مشايخنا، هاتوا نجيبوهم، وعندهم وجاهة عند الناس وعندهم كلمة عند الناس. تبقى فقط يعني إذا كان الأمر هو تخصصهم يتدخلون في الدائرة الاجتماعية كذا، لكن إذا كان الأمر لديه علاقة بالدولة وكذا فهذا الأمر يذهب إلى قضاء أو كذا، لكن هم يوجهون. فيعني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه حتى أنا تجمعت اللي حضرت فيها شفت فيها واحد عالم في الشريعة، واحد عالم في كذا. فسبحان الله هذه العادات الاجتماعية الرائعة، وهي كثير عادة الذواقة. بكري احنا راك في الدار تلقى يماك تلقى العدس تقول لك كله دس، تجي داخل مانيش نعرف، تجي داخل شطيط حاجي داخل كذا من عند جارتك من عند كذا. فهما يعرفوا باللي يقول لك بالك. مره جده قلت لها يعني زعما نحب هكذا مع الكبار، قلت لي يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اللي بات هو شبعان وجار وجيعان راني تبرأت منه. أنا نبعث الجاري من حرجوش نبعثه وبالك ماهوش مطيب،
بلا كذا، شوف ذاك ذاك التفكير، ذاك الايمان، ذاك ذاك هذا هو الايمان اللي قال عمر بن الخطاب اموت على ايماني عجائز نيسابور، هذا هو اللي كان يقصد، هذا الصفاء، هذا النقاء، هذه الروح النية. الطيبه، هذه العادات الاجتماعيه هي تشكل الهويه. انا اليوم من خلال منبر قناه القران، شبابنا اليوم راه ما عندوش التصاق قوي بالارض، راه ما عندوش التصاق. احنا كبرنا على عادات جدودنا، على حب الوطن، على الايمان، على هذه العادات، فعندنا التصاق قوي بالارض. احنا تراك واقف قدام النشيد ولا تشوف في بطل تلقى الدمعه راح تهبط لك. صحيح. شبابنا اليوم ما يفكر في الحرقه ويفكر في مانيش عارف حاجه صغيره تخليه يكسر يفسد عليه، ما عندوش. هذه العادات لازمها يعني تثمن. تثمن وتشجع وتطور وتحيا في اطر ايام، في اطر يعني ايام يعني تعلنها الدولة، تتبناها الجمعيات، المجتمع المدني، فتثمن هذه العادات حتى تعطينا ذيك البركة وذاك الالتصاق بالأرض وذاك الحب يعني أستاذ للأجداد. استسمحك، تقريبها من المدن لأنها بعيدة، ربما قد تجدها في القرى، تجدها في مناطق داخلية، ولكن بعدها عن المدن مع الكثافات السكانية، أعتقد أنه الجيل اليوم أصبح بعيد عن هذه العادات الطيبة الحميدة. أصبح بعيد، ولذلك في المدن فقط تنظم، يعني تنظم عبر الجمعيات، عبر الهيئات، عبر كذا تنظم. في جميل أيام جدا. المدينة دايما فيها الضغط، فأنا دايما نهرب للأيام العطل، الجمعة والسبت أيام العطل، ونحاول أن نحيي مناسبات. هذه العادات على شكل مناسبات اجتماعية بارك الله نفرح فيك. بها ويكون فيها الخير. تقام مسابقات للشباب، تشجيع مثلا كذا إلى غير ذلك، استخدام الإعلام، الجانب الإعلامي مهم جدا، يعني هذه الأمور تحيي هذه العادات الإيجابية. بوركت أستاذ، ومعنا اتصال من أم محمد من معسكر. السلام عليك يا أختي. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله. كيف الحال الحمد إمامتي؟ لله في أحسن حال أم الحمد محمد. لله، الحمد سلام على لله. معلمينا في هذه الأمسية، الأستاذ عمار والأستاذ شعيب، والسلام على كل حبيبتي، كل الأوفياء وكل المستمعين، وكل ما كان يصل فيه بث قناة القرآن الكريم، وهم وعليك كثر على السلام. كل حال. نعم. أه والله شوفي، نبدا لك واحد احدى الرقائق حبيبتي ايمان. نعم. يعني انا داومت الحمد لله هذا الحب اليكم، الحمد لله رب الحمد العالمين لله، لله عز ونحن وجل. فرحون جدا بمحبتك. والله شكرا العظيم بنتي، لك. كل اتصال نقول ندعي رب العالمين قبل ما نحمل الهاتف. يا رب. والله يا ربي لك انا عرفت شكرا تعلم هذه لك. المكالمه لك خالصه لوجهك، وفقني الاتصال، ما شاء وان الله. كنت تعلم عكس ذلك فخلاص ما توفقش في الاتصال. ما شاء الله. نعم والله ربط هذه دائما اسعى العادة بها. بالعبادة، ربط العمل بالنية. الله يرضى عليك، هي كل شيء بالنيات حبيبتي، كل شيء بالنيات. نعطيك واحد الرقيقه تاع يعني من رقائق العجائز كما كان يذكر الان الاستاذ نعم شعيب، معليش هو يذكر هذه الاشياء كنت اتابعها كذا. نعم فليله البكالوريا كان ولدي فوت في البكالوريا ليله النتائج بنتي، ليله نعم النتائج، وكنا في رمضان 2015. نعم جاءني كالعادة هو بعد صلاة التراويح باش يخرج مع أصحابه، فأعطيته مبلغا من المال باش يروحوا ياكلوا كش حاجة هكا حلوة ولا، وليلة خروج يعني النتائج، فقعد وضعتها في يده واحد النية بنتي، يا ريت لو كان في كل أعمالنا تكون استحضار هذيك النية بنتي ندخل الجنة صراحة. يا رب. نعم فقلت له خذ ابني يا محمد يا فؤاد، هو محمد فؤاد، ما شاء الله خذ ربي خذ. يحفظه نعم لك. قلت له خذ هذا المبلغ وادعي لي، قلت له الواحد الولد غدوه النتيجه تاع البكالوريا، هو عليه على نفسه على نفسه على نفسه، وافهمني قال لي باذن الله يا امي راه رابح، باذن الله ما راه شاء رابح، الله باذن الله راه ما شاء رابح. الله. والله استحضرت نيه بنتي ما بقى يعني نيه عميقه جدا نعم لحد الان نقول هذا الشيء. فقد نجلس بنتي، والله الصحابي رضي الله عنه اذكر قصه الصحابي عندما كان يقول اني احتسب نومتي وقومتي لله عز وجل، نعم نومتي نعم نومتي سبحان الله، لانني اكف لساني عن الغضب وعن كذا وعن كذا واتقوى بها على العباده غدا ان شاء الله. فقد نجلس على مائده الطعام حبيبتي، كلانا يجلس على مائده الطعام، واحد ياكل بنيه الاستقواء وكذا وباش نعبد ولقيمات هكذا تكفيني، واحد ياكل هكذا اكل اكرمكم الله البهائم يعني خاصه وقع الاكل فياكل خلاص. فانا اكلت لله عز وجل والاخر اكل بدون نيه. والله كل شيء جميل حبيبتي، قد نمسح على الشعر يتي
حكيم، واحد بنية الحسنات، واحد هكذا مسعى يعني عادة كما كان يقول الأستاذ عمار شرفي الآن. فكل شيء حبيبتي جميل، أنا أقولها لك من منبر لأني بنتي درست وعشت التلاميذ بنتي أكثر من 32 سنة، وعرفنا وين كنا في سن ربما مبكرة، كانت الأعمال فقط خوفا من مسؤول ولا كذا، ومن بعد بنتي كانت النيات تستحضر لله عز وجل، فكان كل شيء مباركا. فكل شيء بنتي نحتسبه هذه الجلسة بنتي الآن، هذا المجلس مجلس العلم الذي تحفه الملائكة، والملائكة الآن ترفع أعمالنا لله عز وجل، إذا احتسبناه لله عز وجل فهو لله. كل وقفة المرأة في المطبخ، السعي على العيال لله، كل حياتنا بنتي هي لله عز وجل. فقط نجدد النية، نجدد صحيح. النية دائما وسنرى العجب العجاب، لأن على نياتنا نرزق. استودعكم الله الذي لا تضع ودائعه، أحبكم في الله وفي أمان الله. أحبك الذي أحببتنا فيه أم محمد، شكرا لك يا حبيبتي، شكرا على كل هذا الإخلاص، على النية الصادقة، وعلى يعني القول الجميل. شكرا لك على هذه المكالمة التي ربما تشجع كل طاقم قناة القرآن الكريم. شكرا لك أم محمد. أستاذ عمار رقب الشرفي، كانت المكالمة مليئة بالتشجيعات ومليئة بالعاطفة، لارتباط العاطفة بالنية وارتباط النية بالأفعال إخلاصا للمولى عز وجل. أستاذ نعم، بارك الله في أم محمد اللي نبادلها يعني يعني هذا التقدير الذي نحيا فيه مع متابعينا ومشاهدينا، لنتشرف أن ندخل إلى بيوتهم وأن يستضيفونا وأن نكون معهم. حقيقة نحن معهم كحب يعني بعيد على أي ارتباط ما، والله نفس الشيء، هذه النية التي تجعلنا نأتي إلى القناة وأن نجلس لنلتقي بإخواننا وأخواتنا. صحيح ربما لم تلتقي الأجساد أو نلتقي مباشرة، لكن أملنا أن نلتقي في الجنة. القلب الإنسان كهيكل خلقه الله تبارك وتعالى على ثلاثة أمور: عقل يدرك، جسد يتحرك، وقلب يخفق. هذا غذاء هذا العقل بالعلم، وقد طلب الله من نبي أن يستزيد وقل ربي زدني علما. غذاء هذا الجسد يكون بالطعام والشراب، لكن غذاء هذا القلب يكون بالحب، هذا الحب الذي ارتقى به الله تبارك وتعالى فجعله قرين الإيمان. فمن فاتك في الحب فقد فاتك في الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، يعني ربي أحبك فأحبك أن تؤمن وحبب إليك الإيمان، وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ومحل هذه النية التي نتحدث عنها القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، هكذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ألا وهي القلب. فهذا القلب جاء الإسلام ورعاه مراعاة تامة، فجعل الله تبارك وتعالى كل الأعمال منوطة به، وجعله موطن نظر الله إلى خلقه، ولكن ينظر إلى قلوبكم. يعني الأعمال، الفارق بين المؤمن والمنافق حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان المنافقون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصومون ويجاهدون ويزكون ويفعلون ما يفعلون، لكن الله بين لنا الخلل، قال في قلوبهم مرض، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إذا فعندما نتحدث عن النية، نحن نوجه لكل أخ وأخت، يعني نية المرء، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، نية المرء خير من عمله. إنسان يقول والله لو كان لي مال والله ما نخلي فقير في الجزائر، والله نيتك بلغت عملك وستلقى الله بهذا الجزاء كاملا. وفلان نية كما نقول إحنا باطل يعني. فالإنسان هذه التوجيهات يعني اللي دائما نردها إلى أن نجعل أعمالنا بنية. يا أيها الذين آمنوا رب سبحانه وتعالى اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، نخطوا لحياتنا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أنت ماكش عبث يعني ماكش راقد ونايض وتاكل وتشرب وانتهت الأمر، لأنه ينبغي أن تترك أثرا بعدك، لأن الإنسان في طبيعته
هو الأثر الذي يتركه بعده. فأنت هو بعد أن تموت، يعني صحيح. أنا وأنت وأنت وفلان وعلان هو من نحن بعد أن نرحل. لهذا ربي سبحانه وتعالى يقول إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم. ما نكتبوش أنه كان يشوف، كان يمشي، كان يأكل، وإنما الأثر. فاترك أثرا طيبا. هذا الأثر الطيب مش متعلق أنه تكون إمام مسجد أو تكون معلم قرآن، هذه من أعظم الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، يعني يبايع عن عثمان وهو غائب. عثمان كان في التجارة أو كان في مهام كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بها، يعني فجعل تجارة عثمان بموقع الجهاد في سبيل الله. الصحابة وأفعال مصعب بن عمير كانوا هم يتقاتلوا يعني في وتأسيس الدولة وكذا، يقولوا روح أنت دبلوماسي لل يعني ممثل سفير الإسلام في المدينة، وأبو هريرة الناس احنا محتاجين جنود، أنت روح تتعلم. إذن فنقل الإسلام وهاته العادات وهاته الأمور إلى مصافي العبادة، لأنه كل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، وما يوجد من عمل إلا فيه حسنات وسيئات. لكن المصدر الأساسي هو هذا القلب اللي خصه الله بالحب. هذا المصطلح الخطير اللي سرق منا، كما يعني وصار الإنسان ربما يستحي أن يذكره بين أهله ويذكره بين خلانه، رغم أن الله جعل الحب للجميع. الإنسان المحسن الذي ينفق والله يحب المحسنين، وفلان الذي ابتلي والله يحب الصابرين، بل إن الله يحب أن يبتلي العبد، وابتلاء العبد على قدر حب الله له وحبه لله. إذا أحب الله عبدا ابتلى. بل من أعجب الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يكتب للمرء الدرجة العالية من الجنة فلا يبلغها بصلاة وصيام فيبتليه الله ليرفع درجته إليها، يعني حتى يتذلل حتى يتضرع. لهذا هذا الحب، هذه النية، عندما أقول الحب قرين النية. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يأتي أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله متى الساعة، وين تقوم الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها، يعني السؤال الحقيقي هي رح تقوم الساعة، إذا ما قامت الساعة رح تموت، إذا مت قامت ساعتك، ما أعددت لها؟ فيقول يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة وصيام كما احنا، غير أنه عندي حاجة، غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. يعني فعظيم، يعني عظيم النية اللي نوجه لها إخواننا في عاداتنا، هي أن نستحضر هذه النية. أنا عندي الأساتذة اللي رم يدرسوا في الثانويات في المدارس، هي راهي أجرة، هذه يعني موش مكلف أنه، لكن اجعل النية في ذلك وتكون في أعظم الأعمال. شرط الله راه يحرص، اجعل نفسك ستكون في أجر الجهاد في سبيل الله. الطبيب دير النيات ستكون في زمرة ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. التاجر لأوفر لقمة الحلال وأوفر لقمة لأبناء بلدي، يعني أنه تكون داخل الوطن، يعني يصير اكتفاء ذاتي ويصير عندنا قدرة وجودة وتنافسية، وهكذا في سائر الأمور. فيعني نسأل الله تبارك وتعالى التوجيه حتى لا نحكي عن الأمور السلبية. وأختم أنه هذا الكلام يشمل الجميع. نعم، يعني أي واحد فينا تنام تكتب حسنة ولا سيئة، تضحك تكتب حسنة ولا سيئة، اجعلها نية صالحة، اجعلها نية صالحة والله ستكون لك أجرا. لكن أساس هذا الأمر أن تطهر هذا القلب ليستقبل هاته الأنوار. بارك الله فيك. فطهره من أحقاد، من غل، من حقد، لأنه في الدنيا جنة لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. ومما يجمع جنة الدنيا والآخرة أن أهل الجنة يقول الله تبارك وتعالى في شأنهم ونزعنا ما في صدورهم من غل، وأهل الدنيا في جنة الدنيا إلا من أتى الله بقلب سليم. بارك الله فيك شيخنا، كلامك مطمئن جدا ومشجع جدا على تصفية النوايا. إن شاء الله بهذا الصفاء ينزل المطر مدرارا إن شاء الله. أستاذ شعيب، كيف للنية أن تغير المرء للأحسن؟
أن تجعله حتى أنه يعمل لوطنه، يعمل لأسرته، يعمل لتغيير للرقي الاجتماعي للأحسن. جميل. جدودنا يقول لك زين النية إلا ما ربحت تخرج بخير، تسلك بخير. فإلا ما ربحتش تسلك بخير. أنا ساعات يقول لك راحت وقت النية. هذا الكلام كاين كثير، قلت من الكلام أنا وليداتي نظل نقول لهم يا وليداتي نحيل من ذيك الحيلة اللي رانا نتناقلوها، نقول لهم مليحة النية بصح لازم تفهموا باللي النية ما تعنيش واحد غبي كما كان يقول عمر بن الخطاب لست بالخب ولا الخب يخدعني، معناه النية أني نحب الخير كما كان يقول شيخنا، راني نخدم في خدمتي مهما كانت هذه الخدمة من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى، وراني ناوي الخير، نحب الناس للخير، لا نحقد على واحد، لا نحسده، لا نتمنى زوال النعمة. يعني هذه هي النية اللي رانا نتكلم عليها واللي يحكوا عليها جدودنا. فهذه النية كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان يأتي الإنسان يوم القيامة فيجد جبال كجبال تهامة حسنات، فيسأل ربي قائلا من أين لهذا؟ يقول له أنا يا ربي ما حجيتش. يقول ربي ألم تنوي يوم كذا أن تفعل كذا؟ هو النمو ما قدرش يلحق هذيك النية كما كان يقول شيخنا وصلاته وخلاته بلك يفوت يعني ذاك اللي عمل. ويقال أن رجلا يعني بنى مسجدا وزينه وكبره وضعه على اسمه، فلما نام وجده رأى رؤيا أن المسجد كان على اسم امرأة جارية كانت تأتي وتزين المسجد، هذاك المسجد هي اللي كانت تزين، فشاف في المنام باللي المسجد على اسمها. فما الفرق بينهما؟ النية. فالإنسان لما يعني الإنسان اللي يكون فيه الخير أو ينوي الخير هذيك النية ستدفع إلى العمل. النية ما هي؟ هي فكرة داخلية. يقول أحدهم رقب أفكارك لأنها ستصبح أفعال، رقب أفعالك لأنها ستصبح عادات، رقب عاداتك لأنها ستحدد مصيرك. فتلك النية هي فكرة داخلية للإنجاز، للعمل، للرقي بنفسي، بوطني، بأمتي، بأسرتي، بزوجتي، بأبنائي، ببناتي. تلك النية ستدفع لا محالة إذا كانت من قلب طاهر محب صادق مخلص كما كان يقول شيخنا، ستدفع لا محالة إلى العمل، ستدفع إلى العمل. إذا كانت نية لي أو كانت نية لبيتي أو كانت نية لوطني أو كانت نية لأمتي وهكذا على جميع المستوى، فتتحول إلى أفعال إيجابية. وتي هذه الأفعال الإيجابية لا يشترط أن تكون كبيرة. اليوم عندنا يعني مفهوم النجاح راه محصور في الشهرة وفي كذا، غير صحيح. أليست كما كان يقول شيخنا، أليست الأم التي أعددت شعبا طيب الأعلاق أليس هذا إنجازا ونجاحا عظيما؟ أليس عامل النظافة الذي يزيح القمامة من الطرق أليس يعني هذه يعني ليس هذا نجاح؟ في اتصال. نعم. هناك اتصال. نعم. استاذ. نعم. الحاجة بريكسي تلمسان. السلام عليكم الحاجة. السلام عليكم الحاجة بريكسي. السلام عليكم ورحمة والبركة. رحمة الله تعالى وبركاته. والسلام على أم سيدنا محمد كافة وعلى وليدات تاع إذاعة القرآن من الحارس إلى المدير، وكما راكم قاعدين تبارك الله عليكم. شكرا لك. يا بنتي راهي هضر على النيه، النيه ما كانش كيفها. قال لك مو النيه يدي حاجتك مقضيه، ومن عند الله ما تسلط عليه حتى بليالي ما تكونش مليحه. دروك النيات الناس تبدلت. انا اللي راه تالفت لي غير في هذا الموسم اللي فات نتاع اللي نقولوا الناير. بنتي اللي احنا الناير بكري كنا نفوتوا هكذا دايرين لاشان حتى اللاين، قال لك شعرها مطاطش وطالع للسماء، وقال كي سنا في لابيش وفودناه منيقيش لا حشومه لا حيا. ربي عاد راهي غير تنخطر خطرة بنو ماش الوالدين ما بقاوش يوصيو الدريه كيما كنا بكري. الناير كان بكري بالتريد وبركوكس، واللي ما عندهاش يدير بركوكس تا غير بشحمه ويوكل جا يعطي الجاره ويخرج للدراري الصغار ويقولوا الوعده على الحليمه باش تنبت الشجره نتاع الليمه وتفكر خوتها فاطمه ويديروا الخير والخمير. الله يخلينا مع اهل النيه، على خاطر مو النيه يدي حاجته مقضيه من عند الله
ملي ليا. الله يسمح لنا من بعضنا بعض، الله يعاونكم ويقدركم. بارك الله فيك، شكرا لك. بارك الله فيك، شكرا لك على هذه المكالمه. الحاجه بريكسي عطات امثال شعبيه يعني من الواقع، امثال اجدادنا كيف كانوا متمسكين بتلك النيه، وكانت هي مصدر كل يعني الإيجابية التي كانت موجودة في المجتمع، تلاحم والإحسان إلى بعضنا البعض. أستاذ أيضا هناك نقطة مهمة يجب الحديث عنها، النوايا متعلقة أيضا بالمحيط، محيط مهم لتشجيع النوايا، يعني النية تبدأ من قلب الإنسان ولكنها تمتد إلى المحيط، وأهمية تربية أبنائنا على تصحيح نواياهم في الدراسة، في التعاملات، في جميع ما تعلق بحياتهم. صحيح طبعا، يعني المسائل القلبية هذه أيضا يربى عليها الإنسان، والتربية يعني هي أساس صناعة، هي أساس صناعة الفرد الصالح والمواطن الصالح وكذا. فللأسف الواقع نوعا ما السلبيات الموجودة في الواقع أثرت على الكبار، والكبار يؤثرون على الصغار. فمثلا كان يحكي العرب سابقا عن رجل كان لديه حصان يعني يسير يجري يعني كالبرق، فيعني أراد أحد فحاولوا ساوموه بالمال كذا حتى بالقوة لم يستطيعوا أن يأخذوا منه ذاك الحصان. قال سارق أنا أخذه بالحيلة، فجاء وقال ضيف فاستضافه عنده كعادة العرب 3 أيام، وقال ما بالك يا أخ العرب؟ قال إن لي ولدا وأنا الآن أحمل دواء، وإذا لم أصل بسرعة قد يموت. قال لي حصان يعني سريع كالريح، خذه وخذ الدواء لولدك ثم أرجعه لي. لما أخذ الحصان ومشى قال له أنا سرقت الحصان وعلى دنياك السلام. فقال الرجل لا تخبر الناس بهذه القصة، لأنهم إذا عرفوها انعدم الخير بين الناس. فصاحب النية يبادر إلى العمل فيصاب بأذى أو فيحزنه ذلك الأمر. تلك التجربة السلبية هي التي يركز عليها الإنسان وينقلها إلى الولد. فنحن الولد نعلمه أن النية هي أصل العمل، وأن إنما الأعمال بالنيات، وأن النية هي أمر سري، عبادة باطنية بينك وبين الله، لا يطلع عليها لا ملك ولا شخص مقرب إلا الله سبحانه وتعالى، والذي يرى في القلب الذي هو محل النية. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في الصدور. ولكن أيضا ونحن نعلم أبناءنا الطيبة والخير نحذرهم من الوقوع يعني في أخطار بسبب يعني لنفرق بين النية ويكون إنسان مغفل وكذا. بارك الله فيك، شكرا لك أستاذ. أستاذ في عجالة كذا مع الأخير، كم هو خطير أن تصبح العبادة عادة؟ نعم، يعني إذا كان أهل الجاهلية ورثوا العادات فحولها الإسلام إلى عبادات، فينبغي لنا لا نرث هذه العبادات ونحول إلى عادات، لنحيي قلبنا في الصلاة، ونحيي قلبنا في الزكاة، ونحيي قلبنا ولا تكون عادات. يعني لأن الأمر كبير جدا، إن شاء الله تكون فرصة ونشرع فيها إن شاء الله بشكل أكبر. بارك الله فيك أستاذنا، والكلام حلو ونريد أن نزيد فيه مزيدا، لكن في حلقات أخرى. شكرا لك أستاذ، بارك الله فيك. شكرا أستاذ شعيب، بارك الله فيك. مشاهدينا فلنجعل أوقات راحتنا طاعة، وأوقات طاعاتنا راحة. شكرا لكم للمتابعة، والسلام عليكم.